السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن زيادة إنتاج البيض، أهم العوامل اللي ممكن تؤثر على إنتاجية البيض عند الدواجن بتاعتنا. خلي بالك انا بقول لك العوامل مش الطرق. يعني ايه العوامل؟ يعني الحاجات اللي لازم تفكر فيها وترتبها وتحسبها وتظبطها وتهيئها للطائر او للطيور بتاعتك، تمام، علشان تحافظ على انتاجيه البيض. عوامل يعني ايه؟ يعني ظروف، يعني اسباب، يعني اشياء مهمه لازم تاخد بالك منها، الحاجات اللي بتكون مؤثرة في إنتاجية البيض، فاهمني؟ هي دي النقاط الأهم اللي لازم تركز عليها كمربي طيور عايز يزود الإنتاجية. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. عوامل زيادة إنتاج البيض بتعتمد على أشياء كثيرة. أول شيء من العوامل دي هو العمر. العمر على حسب انت بقى بتربي الطيور بتاعتك بأنه طريقة. لو انت بتربيها صح ممكن على عمر 3 شهور ونص تلاقي الفرخة بتنتج بيض، فهمني؟ على عمر 3 شهور ونص تلاقي الفرخة بتنتج بيض، تمام؟ لو انت بتربيها طريقة يعني ما فيهاش اهتمام قوي، تمام، ممكن تلاقيها بقت ايه على عمر ايه 4 شهور 5 شهور بتنتج بيض. حلو، فمش كل الطرق زي بعض في التربية. لو انت مهتم بالتربية هتلاقي تأثير للاهتمام ده، تأثير وانتاجية عالية جدا لو انت مهتم بالتربية. انما لو مش مهتم بالتربية هتلاقي طبعا الفراخ بتأخر وعمرها بيأخر في الانتاج، تمام؟ فمهم تاخد بالك من الكلام ده. طيب كذلك برضو نقطة مهمة في العمر، الفرخة لما بتوصل لعمر 3 سنين بتقطع بيض. يعني لازم تكون انت مجهز قطيع جديد تبدأ تربيه من عمر 2. يعني لما تبقى الفراخ اللي عندك عمرها 2 تبدأ تربي القطيع الجديد، عشان انتاجية البيض عندهم هتقل، انتاجية البيض اللي عند القطيع بتاعك هتقل مع الوقت. حلو، ولما تقل انتاجية البيض هتؤدي الى ايه؟ هتؤدي طبعا الى مشاكل اخرى بالنسبة لك كمربي او كصاحب مشروع، تمام؟ كصاحب مشروع، فلازم تركز على التفاصيل دي علشان حضرتك ما تخسرش ايه؟ ما تخسرش فلوس لو انت فاتح مشروع، تمام؟ فالموضوع بسيط خالص، انت كل اللي عليك ان انت تاخد بالك من العوامل، تمام؟ اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده. كذلك برضو من العوامل المهمة جدا التغذية. لازم تغذية الدجاج بالعناصر الكافية لإنتاج البيض، اللي بتشمل الكالسيوم والبروتين والطاقة. تقدر ترتبهم البروتين ثم الكالسيوم ثم الطاقة. من حيث ايه؟ من حيث الكمية اللي بتقدمها للطائر، لكن الأهمية كلهم واحد. هما كمان والفيتامينات والأملاح المعدنية كلهم واحد. كلهم مهمين، كلهم مؤثرين، كلهم فعالين. كلهم لا استغنى عنهم بأي حال من الأحوال. تمام؟ فحضرتك لازم تكون مهتم بالتفصيلة دي كمان، تفصيلة ايه؟ التغذية الجيدة، سواء بروتين او كالسيوم او طاقة او فيتامينات او املاح او مكملات او اعشاب او ادوية او كل الكلام ده على حسب حالة الطائر طبعا وحاجة الطائر. لما يكون محتاج، لما يكون عنده احتياج، تمام، لازم انت ايه؟ لازم انت تشبع الاحتياج اللي عنده ده علشان خاطر هو كمان يدي لك انتاجية كويسة من البيض. تعال نروح للنقاط المهمة، نقاط مهمة جدا جدا جدا، وهي الضوء. الضوء لازم نعرض الطائر لأشعة الشمس بطريقة غير مباشرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم الشمس تدخل على الطائر وبشكل غير مباشر، يعني ما تخبطش فيه. حلو، يعني مش نيجي في الحر والصهد ده، تمام، ندخل الطائر في مكان فيه شمس وما فيهوش ضلة خالص، حرام. لكن ممكن نشمس المكان نفسه وبعد كده نعمل ضلة ونقعد الطائر في مكان كان فيه شمس. حلو، انما لما يبدا الجو يلطف شويه ويبقى الجو لطيف شويتين في الفتره اللي جايه هنبدا نطلع الطائر عادي في الشمس المباشره، مش هيحصل له حاجه لان الجو برد اصلا، هو هيبقى محتاج للشمس دي، بس برضه نخلي له ضلة على جنب علشان خاطر ايه؟ لو تعب من الشمس يلاقي مكان يستريح فيه. ده شيء مهم برضو عشان نكون واخدين بالنا من التفاصيل دي.
حلو. وطبعا في فترات معينه الاضاءه فيها بتبقى قليله جدا، الاضاءه فيها بتبقى ضعيفه جدا، تمام؟ فانت لازم في الفترات دي تعمل ايه؟ لازم في الفترات دي تستبدل الاضاءه الطبيعيه بالاضاءه الصناعيه. الفتره اللي الشمس فيها بتغيب، الشمس فيها بتغيب تمام بدري، اللي هي في الشتاء الشمس بتغيب بدري في الشتاء، تمام؟ فالفتره دي انت لازم تاخد بالك من كل التفاصيل دي وتعمل ايه بمنتهى البساطه، تشوف مصدر بديل للاضاءه. يعني تعمل ايه؟ يعني تشوف اي مصابيح او اي حاجه ممكن تساعدك على زياده الاضاءه في المكان اللي انت بتربي فيه، تمام؟ فدي برضو نقطة مهمة جدا لازم تركز حضرتك عليها. آخر نقطة معانا في العوامل المؤثرة في البيض وإنتاجية البيض هي الأمراض. الأمراض عامل مؤثر ورئيسي جدا، لأن الأمراض بتسبب، خاصة الأمراض المعدية منها، بتسبب تدمير كامل للقطيع ولنسبة إنتاج البيض. لازم نحرص اولا على سلامه الدجاج في الحظيره من الامراض، تمام؟ وثانيا برضو ايه؟ سلامه الاكل، الاكل نفسه ما يكونش مريض. في اكل مريض، الاكل المريض هو الاكل اللي يجيب المرض، الاكل اللي بيحمل المرض، اللي بيحمل العدوى او بيحمل ضعف في التغذيه او تاثير ضعيف على صحه الطائر ومناعه الطائر. الاكل اللي مليان طاقه وما فيهوش الياف، ما فيهوش فيتامينات، ما فيهوش املاح معدنيه، الاكل اللي فيه بروتين كتير جدا وما فيهوش كالسيوم، او الاكل اللي فيه كالسيوم كتير جدا وما فيهوش بروتين، اي اكل ما فيهوش توازن، اي اكل ما فيهوش توازن بيؤدي الى كوارث في صحه الطائر. لازم حضرتك تكون واخد بالك من الكوارث دي علشان تعالج اي مشاكل ممكن تكون يعني موجهه للطائر او مؤذيه للطائر بشكل او باخر، تمام؟ فانت لا تركز على العوامل دي كلها، لو تركز عليها هتلاقي ان هي بتؤثر معاك تاثير كبير جدا في انتاجيه البيض وفي المشروع بتاعك، تمام؟ وهتلاقي ان هي بتؤثر تاثير كبير جدا معاك في صحه الطائر، تمام؟ وكمان مناعه الطائر وتفاصيل كتير جدا تخص الطائر. كل اللي عليك انك ايه؟ تركز على التفاصيل دي، لان التفاصيل دي هي العوامل الرئيسيه. العوامل الرئيسيه يعني ايه العوامل الرئيسيه؟ يعني مفيش عوامل تانيه اهم منها، تمام؟ مفيش عوامل تانيه اهم من العوامل دي عشان خاطر ايه؟ تؤثر في انتاجيه البيض باي حال من الاحوال، تمام؟ انت كصاحب مشروع او مربي في البيت انت منتظر ان انت تستفيد، حتى لو الاستفاده مش ماديه انت منتظر انك تستفيد استفاده ما، تمام؟ حتى لو توفر في البيت تلاقي بيض انت تاكله وتستفيد بيه، حلو؟ عشان تعمل ده لازم تركز على كل العوامل اللي احنا اتكلمنا عنها بمنتهى التفصيل والدقه خلال الحلقه بتاعتنا. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناه، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.